يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. الموضوع اليوم بيتعلق وبيرتبط بكل يوم بحياتنا، وطالما بيخص حياتنا لازم نعرف شيء عن تفاصيله ومصداقيته وكيف ممكن نفهمه ونتعامل معه ونعرف شيء عن إيجابياته وسلبياته وكيف نكون رأي صائب عنه قدر الإمكان. هلأ بيرتبط موضوعنا اليوم بشكل وثيق بالأمية البصرية، كون محو الأمية الإعلامية هو جزء من محو الأمية البصرية، مثل ما مرتبط الإعلام بشكل أساسي باللغة البصرية من خلال الصورة الثابتة والمتحركة. رح أحكي اليوم عن الإعلام البديل، ومثل ما بنعرف هذا المصطلح كان بيعني بالبداية الإعلام غير التقليدي أو غير الرسمي، لكن مع التطور والتوسع السريع والخطير لوسائل التواصل الإلكترونية ردت ضاعت الطاسة واختلط كل شيء ببعضه، ودخل كتير ناس وجهات على خط الإعلام البديل، رسمية وغير رسمية، علمية وثقافية واجتماعية، أو صارت خبيصة ومعظمه بيدلي بدلوه بكل شيء وهيصة. طيب ليش الإعلام البديل مو الإعلام بشكل عام؟ رح تعرفوا ليش إذا تابعتوا الحلقة للأخير. بعد المقدمة رح ناخد مثال عن هالإعلام البديل ونشوف شو عم يقدم وشو بيفرق عن الإعلام التقليدي. وهون بحب نوه إنه الإعلام الرسمي والتقليدي رجع استعاد أنفاسه من خلال الإنترنت. هلأ مثالنا عن الإعلام البديل هو محرك البحث أوتلوك مايكروسوفت وصفحته الرسمية MSN، واللي أول ما بنفتحه بتطلع لنا إخبارها، وطبعاً كمان في فايرفوكس وغيره وغيراته من محركات البحث يلي عندها طبعاً صفحات إعلامية وإخبارية ومنوعات وكل هالأمور هاي. المهم رح ناخد عينات من هالصفحة يلي المفروض محسوبة على الإعلام البديل لنشوف شو نوعية الأخبار يلي بتقدمها وناخد عينات منها. أول خبر عن الممثل أنتوني هوكنز، وأنه أكبر ممثل بالعمر طبعاً ما زال يترشح للأوسكار. تاني خبر، حذرت دراسة من أن البعثات إلى المريخ ممكن أن تؤثر على عقول رواد الفضاء. الخبر الثالث، كيب دوغلاس، حياة نجم الفيلم الأمريكي بالصور، يعني طبعا مجموعة صور مثل ما عم تشوفوها. الرابع، ضع حذاء مارتنز إكس ريكس أونز، طبعا مسبوقة بدكتور، يعني حدا له علاقة بحذاء الدكتور بس ما بعرف شو الرابط، يعني ضعه على رادارك الآن. طبعا هذا خبر بمثابة إعلان. يعني الخامس، صور قديمة لمحلات البقالة التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، طبعا هي عم يستخدموها كأسلوب دعائي جديد لمحلات البقالة الحديثة. الخبر السادس، قوانين جي بي مورغان الداخلية محايدة جندريا وسط ضغط التنوع. جي بي مورغان طبعا شركة بتنتج أجبان، فشو العلاقة بالجندرية وضغط التنوع ما بعرف، يعني بس يعني فرقة إعلامية للفت النظر. السابع، كيف ألتزم بالميزانية وأنفق أقل خلال كوفيد-19، يعني موضوع بيستاهل انه الواحد يعني اوقات صعبة وكذا، انه شلون بده يدير الميزانية تبعه خلال ظروفه الاستثنائية خصوصا الموظفين طبعا. الثامن، كيف يذهب رواد الفضاء الى الحمام في الفضاء. الخبر التاسع، 9 قتلى في حادث اطلاق نار في صالة مساج بمنطقة اتلانتا واعتقال مشتبه به. العاشر، ليبرون جيمس، طبعا ليبرون جيمس هذا طبعا لاعب بيسبول امريكي، ليبرون جيمس ليصبح مالكا جزئيا لبوستن ريد سوكس، طبعا هذا اسم نادي طبعا بامريكا. المهم ال11، يجب ان تتبع جميع القواعد في المطاعم
وجبات العشاء وطلبات القيادة والغوص في المينيو. طبعا هي دعاية لأنك يعني بشكل أو بآخر أنه له علاقة بالأكل والمطاعم. مهم خبر 12، ما هي فوائد البيدي أنتو أكبر قدر يعني التي تخلت عن ورق التواليت؟ عليك معرفة ذلك. طبعا يعني بظن بكفوا هدول ليعطونا فكرة عن النوعية ومدى أهمية وفائدة هالإخبار. حابب أشير لشغلة كتير مهمة من خلال الإخبار اللي استعرضناهن، وهن ارتباط النص بالخبر وبالصورة. يعني النص بوجهك، توجيه الكلمة لفهم معنى الصورة بشكل موجه ومحدد مشان ما يشتت الذهن. يعني بدهم اياك تروح من خلال النص لمعنى محدد بالصورة. هلأ في أسئلة بتفرض حالها من خلال عينة الأخبار اللي شفناها وسمعناها. السؤال الأول، هو الفرق بين الإعلام الرسمي والتقليدي من حيث النوعية؟ شو يعني شو هو الفرق يعني؟ هل قدم نوعية مختلفة؟ هل قدم فائدة أكبر؟ هل قدم فائدة أكثر إن وجدت؟ هل تغيرت أساليب التقييم؟ غير إنها انتقلت من مكان لمكان لدرجة إنها بتكون متطابقة بين الإعلامين. الشيء الوحيد اللي تغير إنه أخبار الجرائم تراجع ترتيبها لمرتبة متأخرة بسبب اعتياد الجمهور على 7 أخبار الجرائم. يعني كل يوم بيسمعوا صاروا جريمة وكذا. على أيامنا مثلا بتذكر لما كنت صغير بالجريدة يكون صار في جريمة فتنطبل البلد لمدة أسبوع بخبر هذا الجريمة، لأنه هذا الكلام أحيانا سنة سنتين ما تسمع عن أخبار جريمة مروعة. مثلا حدا دبح حدا، واحد قتل واحد، كذا للسرقة، واحد قتل واحدة، واحدة قتل. يعني هاي القصص كنا نسمعها بشكل نادر على أيامنا. بس طبعا هلأ كونه صارت أخبار تقليدية ومعتادة وتتداول بشكل يومي، فصار ترتيبها تقريبا 9 أو 10 من حيث الأهمية أو الأحرى من حيث الإثارة. يعني بهالناحية ما عادت، يعني هاي الأخبار ما عادت حركت أي مشاعر إنسانية عند حدا للأسف. وغير هيك ما تغير شيء أبدا، نفس أخبار الفنانين والرياضيين والمواد الاستهلاكية والموضة وأشياء تانية ما لها جنس الطعمة. مثلا شو استفدت أنا من خبر كيف بيشخ رواد الفضاء أنتو أكبر قدر بالفضاء، أو محلات الجبنة إذا بتراعي الجندرة أو لا؟ أصلا الخبر كله مفبرك ليصير تساؤلات وفضول ويبيعوا أكتر. وشو يعني إذا كان أنتوني هوبكنز أكبر أو أصغر ممثل بيترشح للأوسكار؟ بشو بيعنيني هذا الشيء؟ رغم أني بحب أنتوني هوبكنز كممثل رائع وعبقري بأدواره. أوكي كان ممكن اهتم لو معلنين عن فيلم جديد إله. حلو نتذكر نعرض صور لكيرك دوغلاس ونتذكر ماضي السينما الكلاسيكية الأمريكية، بس مو نص الصفحة تكون عن أخبار الممثلين وكأنه بدونهم ما فينا نعيش، وهن عم يضخولنا الأكسجين. هلأ في خبر خطير مرأة وعلى عجلة وما كان بمقدمة الأخبار ولا كان طويل، وهو كيف لازم تظبط ميزانيتك مع ظروف الوباء. وهي رسالة بأنه الشغلة مطولة لسه، واحسبوا حسابكم على هالأساس. المهم مثل ما سبق أنه كل شيء مثل كل شيء، الإعلام العادي مثل الإعلام البديل أو على أسوأ، وتقريبا صاروا الكل بيتابعوا. وهذا الشيء بيجاوب على سؤال بداية الحلقة إنه شو الفرق بين الإعلام البديل والإعلام العادي التقليدي أو الرسمي أو يلي هو. هلأ في حالات نادرة بالإعلام البديل وبتكون قائمة على جهد أفراد لسه عندهم أخلاق وخوف على الإنسانية برات حسابات المصالح من أي نوع، بس للأسف ما بيقدروا يوصلوا للشرائح الكبيرة من الناس يلي بتقدر توصلها الوسائل التانية المدعومة لضعف الإمكانيات المادية. عدا أنه المتلقي بالأساس كسول بالمعظم وما بيزعج حاله وبيدور على فائدته. لك ما بتلاقوا خبر بفش القلب لا عن الاقتصاد أو لا الثقافة أو لا العلوم والاختراعات اللي بتفيد البشرية، ما في غير العلاج والتفاهة. لكن معقول MSN التابع لمايكروسوفت
واللي المفروض ما يمر يوم فيه. يعني مايكروسوفت ما في يوم عنده كذا اختراع اذا ما كان على الاقل اختراع واحد جديد عندهم، فما بتلاقي ولا خبر عن اي شيء مفيد غير اذا بدهم يبيعوا لهم شيء شغله. فالموضوع له علاقه بالاقتصاد والماده طبعا. طبعا مثل العاده امريكا مسيطره وعم تنشر ثقافتها الماديه السخيفه من خلال سيطرتها على اهم مواقع الاعلام البديل بشكل مباشر وغير مباشر، والمختلف بس باللغة، بس المضمون نفسه على طريقة الكاوبوي. لأنه مثل ما بتعرفوا أو المفروض تعرفوا، يلي بيملك الإعلام بيملك سياسات العالم. هلا الأضرار حدث ولا حرج، وأهمها أنه لتلاقي خبر مهم بدك تضوع وقت كتير كبير من كثر المصادر طبعا. وطبعا هذا الشيء مقصود، تضويع وقت أكثر، فائدة ومعرفة وفهم أقل، توجيه اهتمام المتلقي وللتحكم فيه وإغراقه بالتسليع والتفاهة هو المطلوب. هلأ بيجي حدا بيقول لي طيب وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة ومحسوبة على الإعلام البديل، وممكن الواحد بشوية جهد وتركيز يعمل شو ما بده إياه إعلاميا. لا الحدا بقول له يا ريت يكون هالشي صحيح. وهون رح أجيب مثال على بعض صفحات الناشطين الإنسانيين. إذا على مستوى انتقاد النظام الدولي وتقصيره بدعم اللاجئين والنازحين بتلاقي صفحات تعاقبت وتسكرت، فما بالك إذا حدا عنده موقف سياسي. هدول صفحاتهم عم تتسكر بالعشرات، هاد على مستوى أفراد، فما بالك لو على مستوى مؤسسات. فبينخرب بيتهم حبيباتي، النت مقونا على كيفهم، واي حدا بيطلع عن الخط ببلكوه. ولذكركم بابسط شيء هو الكلمات المفتاحيه، يعني دائما بنشوفها يعني للمنع والتسكير والتبليك، يعني شغله صارت معروفه يعني. لذلك ما في حدا حر بشكل يقدر يعبر عن اي شيء بده اياه، وخصوصا اذا ممأسس. ومن ما تقدم منلاقي انه الاعلام هو الاعلام ماشي على نفس المنهج ونفس المعطيات، وعم يتراجع ويزداد شراسة مادية بالاضافة لزيادة التفاهة. طبعا هذا الاعلام مستميت ليضل مستمر بنفس السيستم، بس ما في شيء بدون رح يدمر السيستم حاله بحاله، بس نحنا نشتغل على حالنا شوي. طيب حدا بيقول شو الحل؟ يأستنا يا رجل. بقول له طالما عقلك شغال فلازم تلاقي حل. هون تذكرت صديق حكيم من أكثر من 45 سنة قال لي وقتها كل شيء له حل إلا الموت. فدائما إذا بيشغل مخه البني آدم بيلاقي حل. هلأ بنجي لقول لك شو هو الحل. هذا يا سيدي من اللي أنت، الحل هو الصورة. إيه لا تستغرب، الصورة مثل ما الصورة سلاح فتاك بالإعلام للسيطرة على عقول العالم، كمان فينا نستخدم الصورة حتى تنور عقول العالم. لما بنفهم الصورة صح منصير كمان منقدر نوظفها صح لتوصل آراء ورسائل ومواضيع بدون ما يقدر حدا يحظرها، لا بكلمات مفتاحية ولا بأي وسيلة تانية. ما بيقدروا يحظروها غير بإلغائها بشكل كامل، وبتصور بهالعصر هذا الشيء مستحيل. فشو رأيكم؟ دام فضلكم. بكفي لهون اليوم، ولساتنا مستمرين بمتابعة موضوع التعليم البصري والثقافة البصرية. فبتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شيء حكيته، وشكرا لمتابعتكم، وتضلوا بخير وفرح ولسه مستمرين.